بنتكلم على الكونفوليوشنال نيورال نتورك، تمام كده، احد الانواع من اللي شغالين بيها في الديب ليرنينج، وهي يعني اتهرت مثلا شغل الناس كتير جدا جدا اشتغلوا عليها، وهي برضو بتحل مشاكل كتير، خصوصا ايه بروبلم زي كلاسيفيكيشن. نوعين اتنين زي ما اتفقنا ان احنا نبني بيهم النتورك بتاعتنا، باي تورش او تنسر فلو. النهارده احنا هنشتغل ايه بتنسر فلو، تمام. طيب convolutional neural network بتعمل ايه، او ايه فرقها عن اللايرز اللي احنا كنا بنبنيها قبل كده؟ لو انت كنت في اللايرز اللي قبل كده اللي هي النيورال نتورك العاديه اللي هي فيد فورورد نيورال نتورك، كان معاك ايه؟ كان معاك مثلا انبوت لاير، وبعدها على طول مجموعه من الهيدن لايرز لغايه ما بتوصل في النهايه للاوتبوت لاير. هي ان كانت الداتا اللي انت مدخلها كنت بتحتاج تحولها ايه، تعمل لها فلاتن، بتحولها وان فيكتور علشان تعرف تتعامل معاها، تمام. بيكون لكل لايرز موجودة عندك مجموعة من الويتس ومجموعة من البايز. ده اللي انت كنت محتاجه كله في الفيد فورورد نيورال نتورك، بخلاف بقى الاكتيفيشن فانكشنز والحاجات التانية ايه اللي انت بتضيفها دي. يهمنا اكتر في اي نتورك بنتعامل معاه نمبر اوف بارامترز، عدد البارامترز اللي انا بتعامل معاه. ليه؟ لان ده اللي بيحدد الكومبلكستي بتاع النتورك كلها. ده اللي هيخليني اقول انا عايز ارن على اي ماشين، اي ماشين يكون فيها زي مثلا لما كنا بنقول الفرق ما بين السي بي يو والجي بي يو، انا هشتغل على السي بي يو ولا هشتغل على الجي بي يو. ده بيرجع بقى هنا ايه للنتورك نفسها، تمام. طب نمبر اوف بارامترز ده عباره عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من الويتس. يبقى انا بتنقل من اللاير دي لللاير اللي بعدها، يبقى انا باخد الاوتبوت هنا بضربه في الانبوت اللي طالع من هنا، وبيكون عندي مجموعة من البايز لللايرز دي ومجموعة من البايز بايز لللايرز دي، بضيف البايز في كل مكانه وببدا اجمع كل البارامترز اللي موجودة واشوف التوتال ترينبل بارامترز في الاخر طالع بكام. انت ما بتحسبش العملية دي، هي بتطلع لك دايركت زي ما هنشوفها دلوقتي ايه في الكود، تمام. يبقى انا زي ما قلت يهمني ان التوتال نمبر اوف بارامترز ما يكونش كبير قوي، او ده برضو بيرجع للبروبلم اللي انت هتشتغل معاها. يبقى انا ممكن ازود في اللايرز، بس في المقابل انا بحسن في الاكيورسي. ما بقاش بزود في اللايرز والاقي الاكيورسي بتاعتي ايه قليله، يبقى ده كده غلط. يبقى هو الموضوع بيكون تريد اوف، انا ممكن ازود في بارامترز واقلل في بارامترز تاني، في المقابل الاوتبوت اللي انا بتارجته هو اللي يكون ايه، هو اللي يكون كويس. يبقى انا كان عندي الانبوت لاير، بعدها الهيدن لايرز، readable layers. readable layers ديت اللي هي موجودة في الآخر، أيا كان بقى أنت شغال binary classification، multi classification، بتستخدم هنا softmax أو sigmoid function أو ReLU function، أيا كانت إيه نوع الactivation function اللي أنت شغال بيها. تدخل بعد كده في convolutional layers. طيب أنت كان عندك الانبوت هو ثابت زي ما قلنا، أنت لسه ما حولتوش لأي حاجة خالص بقى، بس إحنا اتنقلنا من الفيد فورورد نيورال نتورك، النيورال نتورك العادية اللي أنا كنت محتاج أحول فيها الانبوت بتاعي لإيه؟ لوان فليتن إيه لاير، أو خلينا نقول وان فيكتور، تمام كده، علشان أقدر أدخل النتورك كلها إيه مع بعضها. طيب بيبقى عندي ايه؟ بيبقى عندي في البداية زي ما قلت لك بعد ما تعدي من الانبوت، خلينا نقول الانبوت بقى انا مدخلها ايه؟ صورة لأي حاجة، تمام؟ او فويس او اي حاجة انت عايز تشتغل عليه، بس خلينا نتكلم كأن هي ايه ايمج. فدخلتها وعملت اول ليرز عندي هي convolutional ايه لير، conv 2D conv 3D زي ما انت عايز. عايز تضيف فيها بولينج، اوكي. طيب ضفت convolutional layer، عايز تضيف بعدها كمان convolutional layers، تبقى كل layer مستقلة عن التانية على حسب عدد layers اللي انت عايز تضيفها. هتعمل ايه في layers الاولى؟ فيها مجموعة من البارامترز الكتيرة اللي انت بتحتاج تتعامل معاها زي الفلترز، الconvolutional layers او الكيرنل نفسها اللي هي هتصغر الصورة. يعني الصورة مثلا خلينا نقول كانت ابعادها كان 225 في 225، لا انا عايز اقلل الابعاد شوية، عايز اهتم بالموست سيجنيفيكانت فيتشرز اللي موجودة معايا في الصورة. يبقى انا لو بتكلم على صورة مثلا الوجه وعايزين نعمل فيس ديتكشن او اوبجكت ديتكشن لحاجة معينة مثلا في الصورة، يبقى انا يهمني مثلا البكسلز اللي موجودة بتاعة العين، بتاعة الودن، بتاع المراخير، بتاع البق، الحاجات دي اللي تهمني، تمام كده. الباقي ممكن ما يهمنيش قوي، ده اللي هيكون مميز، اللي هيميز لي الصورة من التانية. يبقى أنا عايز أقعد في كل مرة بقلل الإيمج دي أو بقلل السايز من 225، ممكن أخليه 125 ل 50 في 50 ل 4 في 4 وهكذا. في الآخر بوصل إلى أقصى
بيكسل مهمه موجوده معايا هي ديت اللي هتقول لي ايه دي صوره محمد ولا صوره احمد، هي دي اللي هتقدر ايه تعمل كلاسيفيكيشن ما بينهم. يبقى انا بمر بمجموعه من اللايرز اللي موجوده في النص كونفوليوشنال لايرز، فيها مجموعه من البارامترز زي ما هنشوف دلوقتي، دي اللي بتساعد ان انا ايه ان انا اقلل البيكسلز من البدايه وان انا اتارجت الموست سيجنيفيكانت ايه فيتشرز. تمام كده، معنى ان اقلل البيكسلز واقلل الكلام ده كله ان انا بحاول اخلي الماكسيمم نمبر اوف تريننج بارامترز بيكون ايه قليل. تمام، واضح يا باشمهندسين؟ نكمل. يبقى انا عندي دلوقتي لو انا بقول لك احنا شغالين على صوره زي دي كده مثلا، دي كده صوره قدامي، ده بوزيشن موجود هنا كده لو افترضنا ان هو ايه بيكسل. تمام، طيب البيكسل دي لو جينا رسمناها نلاقيها واخده الشكل ده مثلا كده، او خلينا نقول الايدج كامل، يبقى هي واخده الشكل ده كده. طب الشكل ده عباره عن ايه لما بنيجي نحوله الى ماتريكس؟ لانها عباره عن ايه، هنا مثلا بيكسلز كانت موجوده 40 40 40 وهكذا، وكل اللي موجود حواليه ايه الصفار. يبقى انا يهمني الخط ده بس، ما يهمنيش اللي موجود حواليه، ده اللي انا عايز اهتم بيه. ايا كانت الكيرنل اللي انا هضربها فيه او الفلترز، يبقى انا لما اضرب الاثنين في بعض او لما اجي امشي ده على ده واجمع البيكسلز، هو بيهتم بس بايه، بشكل الايدج اللي موجود هنا، مش هيهتم باي حاجه تانية حواليه. تمام كده، في الاخر انا ايه زودت البيكسل زياده، اديتها ايه، اديتها قيمه زياده، بحيث هي ديت الموست سيجنيفيكانت فيتشرز بتاعتي. وايا يكن اللايرز اللي موجوده في الاوتبوت، مثلا عملت سميشن في الاخر بحصل ايه على بارامترز معين عشان يقول لي ايه ايه الفيتشرز اللي موجوده معايا ديت على حسب الليبل اللي احنا شغالين بيه. يبقى انا كده الكونفوليوشنال معناه ايه، ان انا الصوره الواحده دي كده كانها صوره واحده اللي هي الويدث والهايت مثلا، حولتها لمجموعه من الصور الصغيره، كل صوره بتحتوي على مجموعه من الفيتشرز المعينه. تمام كده، طيب بناء على ايه، عندي حاجه اسمها كيرنل سايز لها طول وعرض اللي هو الويدث والهايت. مثلا لو الصوره زي ما قلنا ابعادها 225 في 225 او خلينا نقول 10 في 10، وخليت الفلتر ده بيكون اسمه فلتر او كيرنل 3 في 3، يبقى انا بمشي على الصوره بالكيرنل الصغيره اللي هي 3 في 3، كان زي ما قلت لك الصوره الكبيره هي ماتريكس كبيره 10 في 10 والماتريكس الصغيره 3 في 3، وال 3 في 3 عمالين ايه؟ عمالين يمشوا على الصوره بيكسل باي بيكسل. طب بناء على ايه؟ بناء على حاجه اسمها ايه؟ الستيب او الاسترايد اللي هي الخطوه. عمال بتحرك خطوه واحده ولا خطوتين؟ طيب انت عايز عدد الفلترز في الناتج او عدد الكونفوليوشنال لايرز الناتجه او عدد الكونفوليوشنال مثلا ايه ايمجز او الفيتشرز او الفلترز اللي هتنتج عددها كام؟ عددها 10، عددها 20، عددها 5، زي ما انت عايز. زي ما قلت لك ده كله بيعتمد ايه هي النسبه بتاعتك في النهايه في الاخر، او البارامترز اللي انت بتتارجته بيكون شكله عامل ازاي. تمام، بتختلف بقى زي ما قلنا، احنا شغالين مثلا واخدين الايدج هنا، هناخد مثلا بعد كده العين، هنشتغل على كل ايه حاجه لوحدها، بتبقى ديت مثلا وليكن كانها فلتر 1 ده فلتر 2 او بوزيشن 1 وبوزيشن 2، برجع اضرب الاثنين في بعض وبشوف ايه الفيتشرز المميزه في النهايه اللي بتميز الحاجات دي كلها. تمام كده، لو انا دلوقتي عندي فيتشرز زي دي كده، لو احنا مثلا قلنا ان شغال في ايمج معينه وكانت 3 شانل، 3 شانل معناها ايه؟ اللي هي الريد جرين بلو. يبقى اي ايمج موجوده معايا او الكالرز هي بتكون من 3 الوان، الريد والجرين والبلو. طيب البيكسلز بتاخد ارقام من كام لكام؟ من 0 ل 225. لو انا قلت مثلا انا واخد جزء معين من الصوره وجزء معين من الريد والجرين والبلو، كل واحد فيهم بضربه في فلتر معين، لو ضربت ده في ده يبقى انا هنا يعني بفوكس اكتر على البيكسل اللي يعني في النص هنا، على شكل الفلتر هو اللي بيخليني احدد انا بفوكس اكتر على انهي ايه، على انهي بيكسل موجوده معايا في الايمج اللي انا شغال عليه. لما بتضرب ده في دي يبقى انت كده اديت للبيكسل اللي كانت في النص موست سيجنيفيكانت شويه، فخليتها مثلا 4 4 4 وهكذا، هتجمع في الاخر لقيت ايه 12 علشان تقدر تشتغل. ما دي كلها كانت جايه من صوره ايه، من صوره واحده. لما انت بتبدا تتحرك عملت كونفوليوشنال لايرز،
ده كده وان لاير بكل البارامترز اللي موجوده جواها علشان تبدا تتحرك ايه لللايرز اللي بعدها وتشتغل نفس الشغل تاني وتكرر تاني، تقدر تغير في البارامترز براحتك. يبقى احنا هنا بنقول ايه، الكيرنل او الكونفوليوشنال هي بتحتوي على تو اوبريشن اللي هو المالتيبليكيشن والسمشن. زي ما انا كنت بقول لك انت عندك الفلتر بتمشيه على الصوره، بتبدا تضرب البكسل اللي موجوده في الفلتر في البكسل اللي موجوده في الايمج، وتبدا تجمع الكلام ده كله في الاخر، تمام كده، علشان تبدا تحصل على بكسل واحده بس. يبقى من اول ما انا دخلت الصوره بتاعتي لغايه ما خرجت للاخر، شفت انا عمال اعمل ايه، عمال بصغر الدايمنشن بتاعت الصوره، عمال بصغر ابعاد الصوره، في المقابل انا عمال بزود ايه، يعني كأن عمال اقطع في الصوره دي، قطعتها مثلا لثلاثه، ارجع اقطع الثلاثه دول كمان قطعتهم لسته، وهكذا زي ما انا عايز. في الاخر وصلت قبل ما اوصل لللايرز النهائيه اللي هي الفول كونكتد لاير اللي انا عايز احولهم كلهم لوان فيكتور علشان اقدر اشتغل عليهم. لما رحت بقى للاوتبوت، للاوتبوت لاير، بس في النص كان في ايه، كان في كونفوليوشنال لاير، كان في كونف 1، كان في بادنج، عايز تضيف بادنج ولا لا. طب فايده البادنج ديت ايه؟ ان انا عايز اعمل داون سامبلنج. يعني ايه داون سامبلنج يا باشمهندسين؟ يعني ايه داون سامبلنج؟ قلل الحجم يعني بتاع الداتا معينه، قلل الحجم بتاعها. بالظبط، انا عايز اقلل ايه، اقلل السايز. بدل ما كان زي ما قلت لك هي 225 في 225، او بدل ما كانت 10 في 10 لا انا عايز اخليها 8 في 8، عايز اخليها 5 في 5. فعمال اعمل ايه داون سامبل، بستفاد من كده ايه، زي ما قلنا انا بفوكس اكتر على الموست سيجنيفيكانت ايه فيتشرز، يعني ببدا اركز على الفيتشر اللي تهمني، الفيتشر المهمه، وببدا اهمل بقيه الفيتشرز اللي موجوده ايه في الصوره اللي هي ما هياش مهمه، مش هتفيدني في حاجه. تمام، يعني لما يكون عندي مجموعه من البكسلز زي مثلا ايه 0 0 0 وبعد كده 0 5 2 بعد كده مثلا 1 1 1، يبقى اكتر بكسل كانت مهمه هي اللي واخده اعلى قيمه اللي هي الخمسه، يبقى انا عايز افوكس اكتر على الرقم 5 اللي موجود معايا. طيب البولينج ده في منه ايه، حاجتين، ماكس بولينج وافريج بولينج. ماكس بولينج يعني ايه؟ يعني انا لما ادخل الكيرنل وبمشيها على الصوره الرئيسيه بتاعتي، لو عندي مجموعه من البكسل زي ما احنا كنا بنقول مثلا ايه دلوقتي، كان اكثر رقم موجود معايا او اعلى رقم اللي واخد اكبر قيمه كان الخمسه، يبقى خلاص انا هاخد الخمسه هي اللي هتكون ايه، ده البكسل اللي نتجت من المنطقه دي زي ما هنشوف دلوقتي. طب لو افريج بولينج، يبقى هجمع البكسلز اللي موجوده واخد ايه الجمع على عددهم وابدا اخد ايه الافريج ليه. جبت دلوقتي ادي الصوره، عملت لها كونفوليوشنال، خدت الفيتشرز اللي موجوده من هنا قللتها شوية، عملت داون سامبلينج، صغرت الصورة، ترجع تصغر تاني اوكي براحتك، تطلع فيتشرز جديدة بتفوكس اكتر على الفيتشرز بتاعتك. طيب ايا كان بقى زي ما قلت لك هنا بيقول لك الاسترايد بكام، ب2، والكيرنل ب2 في 2، يعني الكيرنل اللي هي ايه زي ما قلنا اللي هي الفلتر السايز بتاعه كام في كام، فهنا السايز 2 في 2. يبقى لو كانت معايا خلينا نقول ديت كانها الايمج اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الماتريكس، كانت الابعاد بتاعتها كام، هنا الدايمنشن كام في كام يا باشمهندسين؟ دايمنشن كام في كام؟ 4 في 4. 4 في 4، وانا عندي الكيرنل 2 في 2. يبقى ببدا امشي الكيرنل الاولى اللي هي العلامه دي كده اللي متحاط بيها 2 في 2، بثبتها على اول ايه، اول 4 بيكسلز بالشكل ده، وانا شغال ماكس بولينج. ماكس بولينج هتقول لي ايه، ان انت لما تقف الكيرنل على المنطقه دي كده ايه هي اقصى بيكسل موجوده معايا، اعلى رقم الخمسه، يبقى خدت الخمسه. هنا بيقول لك الاسترويد ب2، فانت بتتحرك ب2 بيكسل مش بواحد. يعني ايه، لو كانت بواحد اللي هي مقدار الخطوه كنت المفروض هتقف عند كام، هتقف عند 2 0 5 1، تمام كده، لكن هنا قال لك اتحرك ب2، يبقى انت مش هتروح تقف عند الاثنين زيرو، لا انت هتروح تقف عند 0 1 1 2 اللي هي في الخطوه اللي بعدها 0 1 1 2. فلقيت وانت شغال ماكس بولينج يبقى الاعلى قيمه هي 2، بعد كده هتنزل تاني للاربع بيكسلز اللي موجودين هنا 0 0 0 1، يبقى اقصى بيكسلز موجوده هنا او اللي هي اعلى قيمه الواحد، هتتحرك للاربعه اللي جنبهم كانت اعلى قيمه هي السته،
يبقى احنا عملنا داون سامبلنج من السايز الرئيسي اللي هو كان 4 في 4، خلانا السايز كام؟ 2 في 2. في المقابل انا عملت ايه بقى؟ شلت البكسلز اللي هي مش مهمه، زي ايه؟ زي الزيرو، زي الواحد، زي الاثنين، يعني خدت بس ايه الموست سيجنيفيكانت فيتشرز اللي هي اللي موجوده معايا. ممكن الخمسه دي كانت مثلا اندكتل مثلا لايه؟ للعين، الاثنين مثلا للبق، الواحد للمناخير، الكلام ده كله. فزي ما قلت لك يهمني في النهايه ان انت بتوصل ايه للموست سيجنيفيكانت فيتشرز اللي موجوده معاك. ده بالظبط اللي بتعمله ايه اللايرز بتاعتنا. هي بتاخد الصوره، الصوره ديت هي بتكون مجموعه من البيكسلز، بتبدا تمشي بمجموعه من الاوبريشنز عليها علشان تبدا تطلع الموست سيجنيفيكانت ايه فيتشرز. طيب لو كانت افريج بولينج هتعمل ايه؟ وهي برضو بتحرك بمقدار الخطوه 2 في 2، والكيرنل 2 في 2، وبتحرك بمقدار خطوه ايه 2. فافريج بولينج ان انا بجمع البيكسلز اللي موجوده معايا في المساحه اللي انا بتحرك فيها، يبقى 2 بلس 2 بلس 4 بلس ايه 5، واقسم على عددهم. المفروض تطلع هنا كام؟ هنحسب ايه يا باشمهندس اللي حضرتك مظلل لهم؟ ايوه، يبقى كده الناس مش مركزه ولا ايه؟ لا انا فاهمه، بس اصل حضرتك مطلع عينك في الجنب التاني، هنقوله ولا ايه؟ ايوه عادي، الناس تقول مش مشكله. 3.5. هو 3 وربع ولا 3 ونص؟ وربع. بص هي كام؟ 8 و5 13 على 4 كام؟ وربع. ايوه 3 وربع. يبقى احنا بنجمع البيكسلز اللي موجوده معانا، وزي ما قلت بتقسم على العدد، يبقى هي 3 ايه وربع. نيجي للي بعدها نفس الحكايه بقى، انا ببدا اتحرك، يبقى رحت 0 1 1 2 وهكذا، بجمع واقسم على العدد 1 وهكذا. ده كله معتمد على ايه؟ انا ممكن مثلا شفت يعني انت نشتغل نفس الشغل، بس انا شغال ماكس بولينج وانت شغال ايه افريج بولينج، ده اختلاف، مش لازم ان احنا الاثنين نبقى ايه نبصم من بعض. فاللي فاهم بيقدر يغير في النتورك، وبارامترز كتيره كتيره جدا هتقدر تغير ايه فيها، وهكذا بقى بتمشي على كل الايمج اللي موجوده معاك لغايه ما توصل في النهايه للشكل اللي احنا عايزينه، ده اللي انت عملت داون سامبلنج وفوكس اكتر على الموست سيجنيفيكانت فيتشر. يبقى ديت كده كانها شفت ده جزء من الصوره، هي حولتهم الاربع بيكسلز دول ل1 بيكسلز بس، اللي هي كانت 4 0 0 6 حولتها ايه ل1 بيكسل واحده. تمام كده؟ يبقى البولينج لاير زي ما قلنا هي بتعمل ايه؟ بتعمل داون سامبلنج. داون سامبلنج زي ما احنا اتفقنا دلوقتي ايه؟ ان انا عايز اقلل البيكسلز او اقلل ايه السايز. نيجي البرامتر تاني اللي هو ايه؟ البادنج. حد عارف البادنج يعني ايه؟ يعني لو الكيرنل بتاعي هيطلع بره الـ بره البيكسلز او بره الحجم بتاعها، فانا بحط بادنج سواء بواحد او بصفر عشان الكيرنل تلاقي حاجة حسابات، في الحسابات يعني تلاقي حاجة تضرب فيها. طب حلو، ده هيفيدك في ايه بقى؟ ان انا يعني الاقي قيم عشان الكيرنل ما تبقاش ما فيش قيم داخلة في الحسابات، يعني محافظ على الدايمنشنز بتاعت الصورة الأصلية بتاعتي. ماشي، بس احنا هنا بنضيف اهو زي ما باشمهندس مثلا بيقول في الاول. يهمك ايه بقى؟ ما انت يهمك هنا ايه؟ انت بتهتم برضو بالحواف بتاع الصوره، بالايدجز اللي موجوده معاك. تمام كده؟ يبقى بدل ما كنت هتقف هنا او هتخرج زي ما انت بتقول مش لاقي بيكسلز عشان اخرج، فبضطر مثلا انا عايز اقف، لا انا ضفت لك بيكسلز مثلا من الزيرو، الزيرو هي خلاص هي مهمله، ايه عايز افوكس بقى ايه على الايدج الموجود هنا. تمام؟ عشان ما يدنيش مشكله اسمها ايه الايدج بروبلم، فبتحصل مشكله مثلا في الايدج معايا مش عارف اعمل ديتكشن كويس ايه للايدج اللي موجود معايا. فأدا البادنج من ضمن البارامترز اللي موجود معانا. هو مش عامة يا باشمهندس الإيدجز أساسا أنا بهملها، يعني مبيبقاش فيها انفورميشن كتير. هو ما ده على عشان حسب كده شغلك انت، ما على حسب، بص في مثلا ايدج ديتكشن يعني ده اصلا بروبلم لوحده، انت اصلا شغلك كله انا عايز اهتم بالحواف، ده على لا حسب الصوره اللي احنا انت شغال بقول عليها. مش قصدي الإيدج ديتكشن، الإيدج ديتكشن بيديتكت الإيدجز اللي في قلب الصورة كلها، أنا أقصد الإيدجز بتاعت الصورة كاملة. تقصد الفريم الخارجي من بره؟ آه
ما هو احنا مش بنعمل شرط بريدنج برضه، عشان كده. ما انا بقول لك مش شرط، انت ممكن في الاخر تيجي علشان تعمل بريدكت للثرة معينة، او علشان هو يقدر يوصل في النهاية لشكل معين، هو بيدي لك الحواف، هو اديها لك بس اديها لك ايه، كأنها مشوهة. شفت لما يكون عندك زي ما انت كنت بتشتغل مثلا في كوميونيكيشن سيستم، وتلاقي عندك مثلا صوتك خارج اهوت من الطرف التاني، بس في نويز مع صوتك كده، ما انتش سامع الصوت واضح، تمام؟ تمام. نفس الفكرة هنا بالظبط كده، هو اوريدي اديها لك، بس في ايه، في زي نويز موجودة على الحواف، لا انا عايز اشيل النويز دي، تمام كده، واضح كده؟ ايوه، اللي انا اقصده بقى ان عاده الحواف بتاع الصوره مبيبقاش فيها انفورميشن انا هستخدمها اساسا. انا كده كده لما بعمل داون سامبلينج بعملها. تمام، بس برضه ما اقدرش نقول ايه ده كلام ثابت في كل البروبلم، ما اقدرش اقول ان الحواف هي ما فيهاش ايه انفورميشن إيه مهمه، تمام؟ يعني ما اقدرش اخليها كقاعده عامه ان انا امشي عليها في كل حاجه، لان جايز اصلا الحواف ديت هي اللي تديني ايه انفورميشن، يعني هي اللي انا عايز اصلا اهتم بيها، عشان كده انا بعمل بادنج، عشان كده انا عايز ايه في تو، يعني زي ما نشوف دلوقتي مثلا، يعني في احد الاوبشنز ان انا عايز اخلي ابعاد الصوره هي هياها، مش عامل داون سامبلنج بقى، انا عايز ابعاد الصوره تكون هي هي، وفوكس اكتر برضو على الايدجز اللي موجوده معايا، ده كله من اللي بيحدده الكيرنل بتاعتي، فما اقدرش اقول ان انا لا ده قاعده عامه ان انا هعمل حواف هي ما فيهاش انفورميشن، ده تمام. بيرجع للبروبلم اللي انت شغال عليه، تمام؟ تمام، يبقى انا زي ما بنقول هنا مثلا في البادنج، انا عايز ايه، في عندي حاجتين اتنين، valid بادنج و same بادنج. valid بادنج خلاص انت ما تضيفليش حاجه، هي زيرو بادنج، واشتغل زي ما انت بتشتغل برضو عادي، وكمل شغلك. انا عرفت كده ان الكيرنل مثلا 3 في 3، الثرايد ب1 اللي هي الخطوه ب1، والاوتبوت سايد يبقى كام، زي ما هنشوف مثلا دلوقتي الانبوت كان كام في كام هنا، 4 في 4، تمام كده. طيب عند الفلتر اللي هو الكيرنل 3 في 3، الناتج يكون كام في كام؟ حد عارف؟ بتتحرك بخطوة واحدة، ما بتضيفش بادنج، الانبوت 4 في 4، الكيرنل 3 في 3، يبقى الاوتبوت يكون كام في كام؟ اتنين في اتنين. ازاي حسبتها؟ مش احنا قلنا الانبوت بتاعي 4 في 4 والكيرن 3 في 3. تمام، القانون بقى فيه قانون اصلا اللي هو يعني الانبوت اللي هي 4 ناقص 3 على السترايد لينس زائد 1 بالظبط تطلع 2 في 2. بالظبط، تمام كده. يبقى انا عندي الانبوت بتاعي 4، بطرح منه الفلتر اللي هي الكيرنل، يبقى 4 ناقص 3، بجمع عليه 1، ده بغض النظر عن ايه، عن البادنج والاسترايد لغاية الآن، فبتطلع ايه 2 في 2. الاسترويد هنا بكام؟ ب1 اللي هي الخطوه ب1، فانت بتقسم على الواحد خلاص هي مهمله، والبادنج زي ما قلت لك لو موجوده معاك هتعمل ايه؟ فبتاخد الانبوت بلس 2 بادنج، ايا كان بقى البادنج قيمتها بكام، يبقى بلس 2 بي إيه، وبنطرح منها الفلتر وبنقسم على الاسترويد وبنجمع عليهم ايه؟ 1، تمام كده؟ وبتقرب للرقم الاعلى، يعني لو طلع مثلا في الاخر رقم كسر او حاجه بتقرب للرقم ايه الاعلى، ده في الدايمنشن، لان ما فيش حاجه اسمها عندي مثلا في الدايمنشن ايه مثلا 10 ونص في 3 ونص في الكلام ده كله، لا مثلا 10 ونص كانها 11 مثلا، تمام كده، هتبان معانا دلوقتي بمثال، الناس فاهمه ولا لا؟ باشمهندسين متابعين ولا لا؟ باش مهندس قول الخطوة اللي هي فاتت تاني اللي حضرتك قلت من غير بادنج أو سترايد، حضرتك قلت القانون التاني ايه؟ هتيجي هوريهولك دلوقتي، تمام؟ بس الناس متابعة معانا يعني فاهمين؟ محدش بيرد. تمام يا باشمهندس. ايوه تمام يا باشمهندس. أخدتوا الكلام ده في المحاضرة، يعني المفروض Convolutional Neural Network الدكتور شرحها في المحاضرة. صح ولا لا؟
تمام يا باشمهندس، ايوه اخدنا الحاجات دي في المحاضرة. تمام نكمل. يبقى احنا هنا بنقول الكيرنل هتمشي على الثوره بتاعتنا علشان تعمل ايه الداون سامبل. طب لو احنا جينا الاول ننزل تحت هنا شويه، تمام. لو جينا هنا انا بقول عندي في نوعين اتنين من البادنج، في فاليد بادنج وفي ايه ثيم بادنج. فاليد بادنج خلاص انا مش ضايف اي حاجه خالص في الحواف اللي موجوده معايا، فالاوتبوت سايز بيكون اقل من الانبوت سايز. طب في الثيم بادنج الاوتبوت سايز هو نفسه الانبوت سايز، خلاص انا ما قللتش ليه؟ انت اوريدي بتضيف بيكسلز إيه، سواء من تحت او من فوق او من على اليمين او من على الشمال، اللي هي لو الصوره 2 دي. طيب القوانين بتاعت الكلام ده ايه؟ الاوتبوت ده عباره عن ايه؟ بيساوي دبليو ده اللي هو مقصود بيه الانبوت ناقص الكي، الكي اللي هي الفلتر اللي هي الكيرنل بلس 2 بي. طب البي اللي هي البادنج بتقسم على الاسترويد اللي هي الخطوه بتجمع في الاخر بلس 1، تمام كده؟ طيب بتساوي لو عايز تجيب قيمه البي هتساوي الترم ده بالدبليو، هيطلع ان البي كانت عباره عن كام؟ كي ناقص 1 على 2، تمام يا باشمهندسين؟ واضح يا باشمهندسين؟ تمام يا باشمهندس. احنا كنا هنا يبقى احنا هنا لو جينا للكيرنل بتاعتنا ومشيناها على الصوره اللي موجوده معايا، يبقى انا ايه بعمل ايه داون سامبلنج زي ما قلنا الاول بتاعي 2 في 2 وابدا امشي الكيرنل دي في دي. يبقى هو هنا عمل ايه يا شباب؟ هنا بيعمل ايه في الكيرنل لما بمشيها على الصوره؟ حد عارف بيعمل ايه؟ بيضرب الواحد في الاثنين تمام زائد الواحد في الاثنين زائد تمام الواحد في الصفر قدام اوكي 4. تمام. يبقى هو بيضرب الكيرنل في المساحه اللي موجود فيها من الايمج وبيجمع زي ما قلنا عندي حاجتين اتنين في الكونفوليوشنال مالتيبليكيشن ثم سميشن، فانا هضرب بقى 1 في 2 بلس 1 في 2 بلس 1 في 0 واخد الزيرو في الاربعه وهكذا، فبلاقي عندي بس اللي موجود معايا من البكسلز ال 1 في 2 بلس ال 1 في 2 باربعه. ابدا اتحرك خطوه واحده رحت في المنطقه اللي انا موجود فيها دي، لقيت البكسل في النهايه ب 3 وهكذا، لقيت هنا ب 10 ب 8، ده كده الناتج اللي انا حصلت عليه من الكونفوليوشن. طب بعد كده انا خليتها ايه سيم بادنج الكونفوليوشنال كيرنل 3 في 3 والستريت ب 1، بلاقي ان الاوتبوت بتاعي لو طبقت في القانون بتاعنا هلاقيه كام؟ 5 في 5. وهنا كان الانبوت كام؟ الانبوت كام في كام؟ 7 في 7. تمام. طيب لما ناخد الكيرنل نمشيها برضو على الايمج اللي موجوده معانا، يبقى انا هاخد الكيرنل امشيها على الايمج اللي موجوده معايا وابدا افوكس اكتر على البيكسلز اللي موجوده كده. انا ضفت ايه؟ ضفت بادنج، ضفت مجموعه من الزيروز سواء كانت بقى في الروز والكولونز فوق تحت يمين شمال وهكذا، ونفس الفكره بقى ببدا اطلع ايه الموست سيجنيفيكانت ايه فيتشرز اللي موجوده معانا. بعد ما اكرر كل الاوبريشنز دي وصلت في النهايه ان ديت كده ايه الماتريكس النهائيه، دي كده الماتريكس اللي في البدايه، ده كده ايه الماتريكس النهائيه، تمام كده؟ نفس الفكرة بقى، أنا لو عايز أحسب ده كان الإنبوت كام؟ 2 4 2 4 في 4 والكيرنل 3، يبقى الإنبوت كان 4 في 4 والكيرنل 3 في 3 والبادنج ب 0 والسترايد ب 1. لو جيت أطبق في القانون بلاقي إن الأوتبوت بتاعي طلع كام؟ 2 في 2، تمام كده؟ وده شكل البكسلز اللي بتكون إيه طلعت. نفس الفكرة نفس الحكاية هنا، أنا ضايف عايز أجيب قيمة البادنج، فأنا بحسب بس اللي هي سواء واحد ديت بناء عليه ان انا هعوض في القانون، يعني مش ان انا هضيف القيمه ديت هي اللي وحيد. فالانبوت بتاعي كان 5، الكيرنل 3، البي لقيتها ب 1، الاس ب 1، بلاقي ان الاوتبوت بتاعي في النهايه لما اعوض في القانون طلع كام؟ عباره عن 5 في 5. طيب بيلدينج كونفوليوشنال نيورال نتورك زي ما قلت لك مجموعه من البارامترز اللي احنا بنتكلم عليها ديت، البادنج انت هتشتغل البادنج بولينج ايه، البادنج هي فاليد ولا سيم. طيب الثانية اللي هي الماكس بولينج ولا افريج بولينج، تمام كده؟ ده كله معتمد على النتورك اللي انت شغال عليها او على البروبلم اللي انت شغال بيها.
انت عايز يطلع معاك ايه، نتيجه عامله ازاي. طيب ده كده الانبوت لاير. بعدها موجود عندي مجموعه من الكونفوليوشنال لاير لغايه ما اوصل في النهايه للاوتبوت. طيب انا وقفت هنا، فبقى عندي ايه كونفوليوشنال 1. طيب موجود انت هتستخدم سيب بادنج ولا فاليد بادنج، هتستخدم ماكس بولينج ولا افريج بولينج. تمام كده، ده كله انت بتبدا ايه تاخده معاك في الاعتبار وانت بتكتب ايه، بتكتب الكودينج. تمام، خلصت اللايرز اللي موجوده معاك، كونف 1 كونف 2 الماكس بولينج ماكس بولينج 2 وهكذا، زي ما انت عايز تضيف هتضيف. وصلت في النهايه ان انت عامل ايه فول كونكتد لاير. تمام كده، علشان توصل في النهايه للليبلز اللي موجوده في الاوتبوت، انت شغال بقى باينري كلاسيفيكيشن ولا مالتي كلاسيفيكيشن، ايا كان زي ما احنا بنتكلم لو هي بروبلم ايه كلاسيفيكيشن. دلوقتي دي الستبس اللي احنا المفروض نمشي بيها. زي ما قلت لك في البدايه عندك الداتا سيت، لازم بتلود الداتا سيت، بتعمل بري بروسيسنج على الداتا سيت علشان ده بيسهل معاك في النتورك بتاعتك، بتكرييت الموديل، بعد كده بتكمبايل الموديل، بتفيت الموديل، ايفالويت الموديل، بتبريدكت الناتج بتاعك. لحد الان في حد اي حد عنده استفسار يا باشمهندس؟ حد عنده استفسار؟ حد عنده سؤال يا باشمهندسين؟ لا تصميم الهندسة. تمام، زي ما قلنا احنا هنشتغل دلوقتي بايه، بتنسر فلو اللي احنا كنا بنشرحه قبل كده. لو كنا كملنا في الكودينج بتاعه فهو ايه باي تورش، لكن احنا زي ما قلنا هنشتغل في تنسر فلو. طيب في الداتا سيت اللي موجوده اللي انت عايز تشتغل عليها، في حاجات بيلت ان مثلا جوه تنسر فلو، جوه كيرس، جوه الاس كي ليرن والكلام ده كله، على حسب بقى زي ما قلت لك انت الحاجات دي كلها اصلا هي فايدتها ان هي موجوده ايه للتعلم يعني. مثلا لو لكن لو انت شغال على بروبلم حقيقيه، مش هتروح تجيب ايه داتا سيت موجوده جوه علشان تشتغل عليه، هتحتاج تجيب داتا سيت حقيقيه موجوده، ودي اصلا في حد ذاتها تشالنج يعني، في توافر الداتا سيت في حد ذاته تشالنج يعني. لو انت شغال مثلا على ايه، على صور مثلا حقيقيه للسيارات مثلا، دلوقتي عايز تعمل حاجه سمارت مثلا في المرور، من نمر العربيات بتقول ان نمره العربيه الفلانيه بتاع الشخص الفلاني، يبقى انت كده برضو كانك بتقول ايه ديتكشن مثلا لنمر العربيات. فان انت تقدر تجمع مجموعه من صور العربيات دي في حد ذاته بتبقى ايه مش سهله، هتجيبها منين يعني، بتسال نفسك برضو هتجيبها منين. بس ديت مثلا الدولة يعني في احد المراكز بيوفروها، بمعنى ايه الاقمار الصناعية اللي محطوطة او الرادارات او الحاجات دي كلها، هي بتقدر تاخد ايه يعني بتاخد سكرين للعربيات مثلا علشان نقدر نجمع اقصى عدد من الصور الممكنة ونقدر نعمل ايه حاجة سمارت تقدر تحل لنا ايه البروبلم دي. طيب لو انت دلوقتي داخل مثلا برضو من بوابة الكلية وعايز تقول مثلا الشخص ده موجود في المجمع ولا مش موجود ولا الكلام ده كله، فبتاخد داتابيس كبيره برضو لمجموعه من كل اللي موجودين في المجمع وتبدا تشتغل عليه، علشان لو جالك اي حد من البر من مثلا من خارج المجمع وجي يدخل، فبالتالي السيستم بتاعنا هيقول لا البوابه مثلا ما تفتحش، الشخص ده مش موجود ايه مش موجود معانا. عشان كده بقول لك توافر الداتا سيت في حد ذاته او تشالنج ان انت توفره، واحيانا بتدفع فيها فلوس كتير علشان ايه تاخدها. طيب الداتا سيت اللي احنا هنشتغل عليها هي خاصه بالفود، هي خاصه بنوعين اتنين مثلا البيتزا والستيك، ده اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي. يعني بقى لو انت عايز تغير مثلا من الداتا سيت اللي موجوده ديت وتشتغل انت على اي داتا سيت تانيه، ان انت تتعلم مثلا زي فاشن امنست والحاجات دي، اوكي. زي ما قلت لك في البدايه انت محتاج تعمل ايه، بتجيب الداتا سيت، هتعمل لها بريبيرنج داتا سيت، بتجهز الداتا سيت بتاعتك للشغل، بتكرييت الموديل بتاعك، بتفيت الموديل، ايفالويت الموديل بتاعك، وامبروف في الموديل. امبروف في الموديل ان انا عايز احسن في الاكيورسي، عايز اقلل اللوس بتاعتي علشان لما اجي اعمل بريدكت اقدر اعمل بريدكت لايه يعني، انا عايز اوصل لاعلى حاجه بقى ان هو مش هيديني ايرور مثلا. يعني انا بقول بيتزا وستيك هنا مثلا، فمش هاجي ادخله مثلا صوره ستيك فيقول لي لا ده بيتزا، لا هو اوكي هو خلاص عارف. طيب هذا اللينك مثلا بتاع الداتا سيت لو انت شايفه مثلا معانا اللي هو جاي من data.vision، باخد اللينك بتاعي. طيب عايز داون الكلام ده جوه ايه، جوه كولاب. انا الاول شغال على كولاب،
عشان برضو الناس تبقى عارفة. شغال دلوقتي كده سي بي يو ولا جي بي يو؟ جي بي يو بس هي مش باينة قوي. مش باينة، ما هي انا بوقف لك عليها. تمام، يبقى انا شغال جي بي يو. هنشوف الفرق برضو دلوقتي ايه، وانا بران هنلاحظ ده في التايمينج دلوقتي. طيب دلوقتي زي ما قلت لك انا معايا اللينك بتاع الداتا سيت ده موجود اهو، تمام كده، وعايز ادون الداتا سيت ديت موجوده معايا جوه ايه، جوه كولاب، جوه كولاب. ففي البدايه خالص انت تقدر ايه، انا ليه عملت امبورت لزيب فايل؟ زيب فايل ديت لايبراري موجوده جوه بايثون، هي بتفك الضغط من على الداتا سيت اللي موجوده، هو كان ملف مضغوط اللي هو اسمه ايه، بيز اندرسكور ستيك دوت زيب فايل. طيب بجيبها او باكستراكت الداتا سيت ديت من خلال ايه، الامر اللي اسمه ايه، بتاخد اللي اكنها علامه التعجب دي كده دبليو جيت، وتقوم جاي حاطط اللينك بتاعك وترن السيل، فخلاص هي اوريدي بقت موجوده معاك. طب انا عايز افك الضغط بقى على الفايل اللي طلع اللي اسمه ايه، بيز ستيك، فامبورت اللايبراري اللي اسمها زيب فايل، وبعد كده بتحط اللينك بتاعك زي ما قلنا دبليو جيت بالشكل ده كده. الكلام ده ثابت يعني، مثلا ما فيهوش اختراع، انت الثلاث خطوات دول مثلا ثابتين كده، اللي هو كأن بالبرنامج بتاعك وعملت ايه، فكيت الضغط يعني من على الملف بتاعك، ده اللي احنا عملناه هنا. تمام، يبقى بيز اندرسكور ستاك دوت زيب فايل، وبعمل ايه، بعمل ريد للكلام اللي موجود معايا او اكستراكت اول، وبعد كده ايه كلوز، اقفل لي بقى. طب لما عملت الكلام ده وقفلته، ادي برن السيل بتاعتي، خلاص هو دلوقتي بيدون الداتا سيت، داون السيل بتاعتي 100%، وبقى موجود معايا ايه الفايل اللي اسمه ايه، بيز اندرسكور ستاك. طب عايز اشوف الكلام ده هو اوريدي بقى موجود ولا مش موجود، باجي اضغط هنا كده في الفايلز، لقيت موجود معايا هنا ايه، بيز اندرسكور ايه ستاك، ده كده الفايل الرئيسي. تمام كده، موجود جواه حاجتين اتنين، تو فايل تيست وترين. طب لو دخلت جوه الترين لقيت موجود جواه ايه، تو فايلز تانيين، بيتزا وستيك. لو دخلت جوه البيتزا هلاقي موجود ايه، موجود الصور كلها اللي موجوده ايه جوه الفولدر ده كده. تمام كده، بس سمحت يا باشمهندس الشاشه واقفه على الكولاء ده، عندك ولا عندنا كلنا؟ طيب انا عندك كل، عشان تعمل شيل الايدج بس، الايدج ايه، عامل شيل المتصفح بس يعني. طب ما انا عامل فعلا، ما هو انا بشرح في الكليه ما خرجتش، الصوره ثابته فعلا يا باشمهندس. يا شباب انا بتبقى في كل ايه يعني، هل الصوره ثابته ان هي ما بتتحركش خالص؟ انا بشرح في كل دلوقتي، مش شايفين انا دلوقتي بتحرك بس في نفس الشاشه، الماوس ثابت. تقول ايه؟ الماوس ما بيتحركش اصلا. ماشي ماشي، ثانيه واحده. تمام، اشتغل كده يا باشمهندس. تمام ماشي. طب من اول فين؟ انا بقول دلوقتي بعد ما رنيت السيل دي كده اللي موجوده معانا، تمام كده، واضح كده، سامعيني يا باشمهندسين؟ اه تمام يا باشمهندس. ايوه تمام، بس الصوره فيها ديلي. المهم، فروحت هنا في الفايلز وعايز اشوف ايه الداتا سيت اللي انا داونتها ديت موجوده معايا ولا لا. فده كده من البدايه ادى الفايل اللي اسمه بيتزا ستيك، بقوم جاي رايح واقف عليه كده، لقيت جواه ايه، تو فولدر تيست وترين. بدخل جوه الترين الاقي جواه تو ايه، تو فولدر تانيين اللي هي بيتزا وستيك. بقف عند البيتزا والاقي جواه ايه، مجموعه من الايمج اللي انا عملتها ايه داونلود معايا. تفتح دلوقتي اهي، تمام كده، واضح كده مش منسين. لو قفلت تاني بقى كده تاني ورحت عند التست، لقيت جواه تو فولدر بيتزا وستيك، رحت فتحت الستيك لقيت جواه ايه، مجموعة من الايمج. تمام كده،
تمام. مش نكمل ده اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي، ان انا عندي الفايل اللي اسمه بيتزا ستيك ده الكبير، بعد كده الترين والتست، الترين كل فايل منهم جوه ايه بيتزا وستيك، كل واحد فيهم جواه مجموعه من الايمجز، عايزين نشوف برضو دلوقتي ايه عدد الايمج اللي موجوده ايه جواهم كام. طيب انا الفايل اللي اسمه ايه بيتزا ستيك عايز اشوف ايه الفايلات اللي موجوده جواه باستخدام الكوماند اللي اسمه ايه، هنا عايز اشوف الليست فايلز، فبرضه اللي هي علامه التعجب ليست فايل، وبحط ايه اسم الفولدر الكبير بتاع اللي هو بيتزا ستيك، لقيت جواه تو فولدر اللي اسمهم ايه تست وترين. طيب عايز ادخل جوه الترين في نفس الكوماند اللي موجود معايا لود ستيك بيتزا اندرسكول ستيك سلاش ترين سلاش، فبيدخل جواه ايه البيتزا والستيك. واضح يا باشمهندسين؟ لو عايز ادخل جوه الستيك واشوف الايمجز اللي موجوده ده كده كل الايمج اللي موجود. طيب عايز اشوف بقى عدد الصور اللي موجوده ايه جوه الستيك كام وجوه البيتزا والحاجات دي كلها. فلو انت دلوقتي دخلت جوه ايه باستخدام اللايبراري اللي اسمها ايه امبورت او اس، امبورت او اس ديت بتتعامل مع الفايلات، عايز اقرا من فايل، عايز اكتب في فايل، بتعامل باللايبراري اللي اسمها او اس. فهنا انا عايز مثلا ايه عدد الصور اللي موجوده جوه ايه الستيك في الترين، مثلا في ترين ايمج، فنمبر ستيك ايمج باخد لينث الاو اس دوت ليست دايركتوري. ليست دايركتوري اللي هي بمعنى ايه ان انا عايز اجيب الباس بتاع بيتزا اندرسكول ستيك ترين ستيك، بجيبه منين؟ لو رحت هنا وفي البيتزا ستيك هنا، وانا عايز زي ما قلنا دلوقتي اي باس موجود معايا، انا عايز دلوقتي مثلا الترين والستيك، مثلا ادي الترين والستيك، بقف هنا كده واجي هنا واخد ايه كوبي باس، فين الباس اهو تمام كده، وممكن اقوم جاي اروح شايل ده كده واقوم جاي ايه كنترول في بالشكل ده كده وبران السيل دي. طيب عشان بس الاو اس اوكي نران دي ونران دي، طلع معايا بكام؟ ب 750. يبقى عدد الصور اللي موجوده جوه الصور اللي انا عايز اعمل لها ايه ترين في الستيك طلع بكام صوره؟ 750. طيب البيتزا المفروض تطلع كام يا باشمهندسين؟ المفروض تطلع كام؟ 250. ميتين وخمسين ولا 750؟ 750 تاني. ما هو ليه؟ اصل ده مش هيكون اقل من ده، اصل هما الاتنين اتنحفظ تحت ايه الفولدر اللي اسمه ترين، فمجموع المجموعة الصور اللي هنا لازم تكون قد اللي هنا عشان يقدر يشتغل عليهم ايه الاتنين زي بعض. طب لو انا عايز اروح في التست واخد اللي جوه مثلا البيتزا وكوبي باس، كنترول في وايه وتران السل ثانية واحدة عشان احنا ايه رحنا جوه التست خدنا التست، فانا عايز اخد اللي جوه البيتس اتنين ديت هو طبع ايه الفولدرز، يعني هو لقى ان جوه التست لقى ايه جواه ايه تو فولدر تمام كده. طيب انا عايز اخد ده كده جوه البيتس في جوه التست لقى ب 250 تمام كده، يبقى جوه كل واحد يبقى الترين جواه مجموعة صور اللي جواه كام صورة؟ 1500 صورة. واللي جوه التست هنا 250 صورة، هنا 250 صورة 500، يعني كله على بعضه كام؟ 2000 صورة تمام كده؟ يبقى أنا دلوقتي شغال على داتا ست يعتبر ب 2000 صورة. تقدر ال 2000 صورة دول أنت تقسمهم براحتك، عايز تخلي منهم عدد صور معين للترين وللتست والفاليديشن أوكي. زي ما احنا بس بنشوف دلوقتي كاننا شغالين، فهنخلي جزء معين اللي هو الترين مثلا للترين عادي زي ما هو، والتست ده هنخليه للفاليديشن تمام كده. طيب مش هدخل لك جوايا، المهم انا عامل دلوقتي فانكشن، الفانكشن دي فايدتها ايه؟ ان هي بس بترسم لي الكلام ده الصوره اللي موجوده بشكل راندوم باستخدام اللايبراري اللي احنا قلنا عليها اللي اسمها ايه مات بلوت ليب.
طيب الايمج اللي موجوده معانا بستخدمها من حاجه اسمها فيو راندوم ايمج، ودي فانكشن انا اللي مكريتها. بتاخد حاجتين، بتاخد التارجت دايركتوري اللي هي الدايركت بتاع مثلا سواء الترين او التست لاي حاجه انت عايزها. شايف الرساله اللي طلعت لي هنا اللي هي ايه؟ حاجه خاصه بالجي بي يو. هو هنا بيقول لك ايه، ان انت عشان ما تستهلكش الجي بي يو بيقفل معاك، لان هو بيديها لك عدد ساعات برضو معينه، فبيقول لك لو انت مش محتاجها حول للسي بي يو. بس هو على الجي بي يو زي ما قلنا بيران اسرع. المهم فهنا انا بديله التارجت دايركتوري اللي هي بيتزا ستيك ترين، والتارجت كلاس اللي هو ايه اسمه ستيك ولا بيتزا. فهنا مثلا انا سايبها ستيك، فكل ما جران هيطلع لي صوره ايه مختلفه. ده كده للعينات اللي موجوده معايا، وده الصوره تمام كده. الامج بقى احنا عرفنا دلوقتي لو هي بالنيم بتاعها فبيديني ايه الماتريكس اللي موجوده. طب عايز اشوف ابعادها كام في كام، هتلاقي كل مره برضو الابعاد بتختلف. هنا 512 512 في 3، هتلاقي بعد كده الصوره اللي بعدها اختلفت مثلا ممكن. بس هنا عشان احنا مثبتين امج فوق. طيب ماشي، يبقى هنا الابعاد كام؟ 512 512 في 3. الابعاد دي خاصه بايه؟ الويدث والهايت والكرنل شانل. الثلاثه دي خاصه بايه؟ ايه هما الكرنل شانل اللي موجودين معانا؟ ايه يا باشمهندس؟ ار جي بي ريد جرين بلو. بالظبط الثلاثه شانل بتوع الصوره، ال 512 اللي هما طول العرض ابعاد الصوره. طيب زي ما قلنا انا بس عشان الايمج مش كانت ثابته. اوكي في كل مره هلاقي ان الشيب بتاع الايمج ده بيختلف شويه. يعني مثلا ممكن الاقي 512 512 225 225، واحيانا هلاقي الابعاد كلها ايه لو انت شغال على التست بقى، يعني بتكون مثلا اوثنتيكيشن اكتر، ممكن تلاقي الابعاد خلاص ثابته 512 512 في 3 مثلا. انا هلاقي الابعاد كل شويه عماله تتغير، فمحتاج اعمل ايه نورماليزيشن للكلام اللي موجود معايا. عايز اعمل ري سكيل للكلام اللي موجود ده. معنى ان اعمل نورماليزيشن او اعمل ريسكيلنج للداتا بتاعتي ان انا بداون السايز بتاعي من اللي هو عمال يتغير. عايز اقسم على 205 ايه و50 علشان اخلي الداتا كلها بتتراوح من كام لكام، من 0 ل 1 تمام كده. طب ده بيسهل عليا في ايه؟ هيسهل عليا وانا شغال في النتورك، بيقلل في التايم، وفي البري بروسيسنج بيوفر عليا شويه في التايم، وبيدي نتيجه افضل. ده كده الاركتكتشر اللي انا عايز ابنيها. عايز اعمل ايه؟ انا بدخل في البدايه الانبوت ايمج، بيكون عندي انبوت لاير، كونفليشنال لاير، هيدن اكتيفيشن، بولينج، فولي كونكتد، اوتبوت، اوتبوت اكتيفيشن. الكلام ده احنا المفروض عارفينه تمام كده. الانبوت ايمج هي الداتا سيت بتاعتي العاديه، والانبوت لاير خلاص انا عايز ادخل بقى الانبوت سايز انا عايزه بكام، الباتش سايز، الايمج هايت، الايمج ويدث، الكرر شانل، الحاجات دي. الكونفليشنال لاير باكستراكت الفيتشر، الهيدن اكتيفيشن بضيف شويه من النون لينياريتي، البولينج علشان اعمل داون سامبلنج ريديوس الدايمنشناليتي، فولي كونكتد لاير لما اوصل عند الاوتبوت علشان احولهم كلهم لوان فيكتور، ووصلت للاوتبوت لاير والاوتبوت اكتيفيشن على حسب هي كانت باينري كلاسيفيكيشن استخدم السيجمويد، مالتي كلاسيفيكيشن فبتستخدم السوفت ماكس فانكشن تمام كده. دي كده الصوره بتاعتنا في الاول ريد جرين بلو اللي هي 3 شانل، وابدا اشتغل عليها بقى بضيف الكونفليشنال لاير والحاجات كلها البارامترز اللي احنا اتكلمنا عليها زي البولينج لاير اللي هي الماكس بول والافريج بول والبادنج والكلام ده كله علشان اقدر اوصل في الاخر هيقول لي هي بيتزا ولا ستيك. يبقى انا عندي هنا باينري كلاسيفيكيشن ولا مالتي كلاسيفيكيشن. باينري كلاسيفيكيشن. انت كنت ممكن تقدر تستغنى على الجزء اللي موجود معانا ده كده اللي هو اللي احنا السل اللي انا واقف فيها دي كده، ممكن ما كنتش عايز تضيفها براحتك. بس فايدتها ايه؟ علشان تبقى عارف لو انت جيت تشتغل مع نفسك بعد كده. حاجه اسمها داتا اوجمنتيشن. داتا اوجمنتيشن معناه ايه؟ حد عارف؟
حد عارف يا باشمهندسين؟ داتا اوجمنتيشن، انت عندك الداتا بتاعتنا احنا مطلعينهم كام صوره مثلا؟ احنا قلنا توتال العدد الصور الموجودين معانا كام كلهم على بعضهم؟ 2000. 2000 صوره. تمام. عايز دلوقتي لقيت ان ال 2000 صوره دول ده هم السيستم بتاعي بيوصل ان هو بيحصل له اوفر فيتنج. معنى اوفر فيتنج يعني ايه يا شباب؟ يعني الموديل مش عارف يعمل كلاسيفيكيشن كويس يعني بين التو كلاسز. بمعنى ايه برضو؟ هو ما فيش خط لاين يقدر يفصل لي الكلاس ده عن الكلاس ده. ما فيش لاين يقدر يفصل الكلاس ده عن الكلاس ده. يعني في التريننج هو فيتد قوي يعني مفرق بين الاثنين، بس انا لو جيت اعرضه لداتا ثانيه مش هيعرف يميز بينها. بالظبط كده. يبقى كان الاكيورسي بتاعته وصلت لكام؟ ل 100%، صح كده؟ عندها اللي هو شغال معاه بالظبط. لو جيت اغير هو خلاص هو ما بقاش فاهم، هو اتبرمج على اللي هو محطوط على اللي هو بس، وده في حد ذاته مش صح. فانت عايز تزود مجموعه بيبقى من ضمن الحلول بتاعتك يعني اللي انت ممكن تعمل فيها ايه. انا عايز ازود الداتا سيت. طيب احنا دلوقتي شغالين في 2000 صوره، طب اروح اجيب صور ثانيه منين؟ خلاص انا مش عارف اجيب صور ثانيه، فبقعد اغير بقى في ابعاد في الصور بتاعتي مش في الابعاد. يعني انت مثلا اكن صورتك انت الشخصيه شويه تعمل لها روتيت يمين شويه شمال شويه تشقلب الصوره شويه تحط فيها نويز، فانت عمال تلخبط في الصوره بتاعتك. ممكن من الاوجمنتيشن دي خليت 2000 صوره بقوا مليون صوره، فتقدر تشتغل عليه كده بقى معاك صور اكتر، هتدرب الموديل على صور اكتر، فبالتالي ايه الاكيورسي بتاعتك هتطلع دقيقه، هتيجي تدخل اي صوره تانيه هيقدر يعمل لها ايه بريدكت بشكل ايه مظبوط. فالجزء اللي انا بقول لك السيل ده كده هي فايدتها من الكلام ده، بس احنا ما استخدمناهوش ايه بشكل اوجمنتد رياليتي على قد ما استخدمناه بشكل ايه بري بروسيسنج، ان انا عمال اجهز الداتا سيت بتاعتي وخلاص. من حاجه اسمها ايمج داتا جنريتور، انا بس بوريها لك علشان لو انت اشتغلت مع نفسك بعد كده تبقى انت عارف. يعني حاجه اسمها ايه برضو جوه تنسر فلو جوه كيراس بري بروسيسنج دوت ايمج امبورت الموديول اللي اسمه ايه ايمج داتا جنريتور. تمام كده. زي ما احنا عارفين بقى بسيت النورمال مثلا باي رقم انت عايزه، هتلاقي في الستاندرد مثلا معظم الناس بتستخدمه ب 42، الترين داتا والفاليد داتا. احنا كانت عندنا هي ترين وتست. فايده الفاليديشن هي ايه؟ التحقق بس من اكني بزود عمليه التريننج عشان ايه يحصلش اوفر فيتنج. تمام كده. طيب خليت الايمج داتا جنريتور والداتا ريسكيل بواحد على 255، يبقى انا كده عملت نورماليزيشن للداتا بتاعتي. يبقى المفروض ان كل الداتا بتاعتي اللي هتنتج ما عدتش هتروح في البيكسلز اللي هي من 0 ل 255 او اللي هي 512 314 مش عارف ايه الكلام ده كله، لا ده بقت موجوده فين؟ في الدايمنشناليتي هنا بقت موجوده من 0 لل 1. تمام. واديته هنا الدايركتوري الخاصه بيه ترين والتست، وقلت له هنا ايه من الموديول اللي اسمه فلو فروم دايركتوري، هنا بياخد ايه الترين دايركتوري الباتش سايز التارجت سايز والكلاس مود والسيد اللي هي خاصه بالراندوم. تمام. طيب التارجت سايز انت عايز الابعاد كلها تكون في حدود كام لكام؟ لما تروح بقى تدرب علشان تدخل عند التريننج او تدخل في بدايه النتورك بتاعتك في الانبوت، لقيت ان ثبت الابعاد كلها ب 224 224 في 3 و3 هي عدد التشانل. طب الباتش سايز بتاعك بكام؟ 32. تمام كده. لحظه واحده لو تمام كده يا باشمهندسين. يبقى الباتش سايز هنا لما انا حددته ب 32، وهتلاقي رقم 32 برضو يعني معظم الناس بتستخدمه كأنه هو حاجة ستاندرد مثلا تقدر تغيره براحتك. الفكرة في ايه؟ ان انا لو كان عندي مثلا في عدد صور في الترين زي ما احنا بنقول 1500 صورة، فلما تيجي تقسم ال 1500 صورة على ال 32 هتلاقي ايه ان الستبس اللي ماشي بيها لما بيجي يعمل بها فيتنج بكام؟ ب 47. تمام كده. اللي هي لينث اوف ستبس زي ما هنشوفها برضو دلوقتي في الفيتنج. نفس الحكاية هنا في الترين، نفس الحكاية في الفاليديشن. يبقى انت كده جهزت الداتا سيت بتاعتك، انت جاهز تدخل على الموديل بتاعك، جاهز ندخل على اللايرز اللي احنا ايه بنيينها. ابسط طريقة برضو يعني احنا بنكتب الحاجة
فروم سكراتش دلوقتي وحاجه بسيطه جدا. هذا موديل 1 بيساوي تي اف دوت كيرت دوت مودلز دوت سيكويتشال زي ما اتفقنا المره اللي فاتت. بس هنا انا رحت بقى لايه لجزئيه الكونفليوشنال والماكس بولينج والكلام ده، بدل ما انا كنت داخل ايه في ال... كنا كل مره لو تفتكروا بنقول ايه تي اف دوت كيرت دوت لايرز الاولى مثلا اول لاير اللي هي فلاتن، بعد كده بدخل ايه دنس 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 اللي هي مجموعه من الهيدن لايرز، وفي الاخر ممكن اوصل ان هي تكون ايه فلاتن او دنس، ودي كده اخر لير اللي هي خاصه. رحت عند الاوتبوت عايز اعمل هنا انا بقول باينري كلاسيفيكيشن، لو كانت مالتي كلاسيفيكيشن كنت هزود عدد النيورونز بدل ما هو واحد مثلا، لو كان 10 واغير السيجمويد اخليها ايه، لو كانت مالتي كلاسيفيكيشن هتبقى ايه يا شباب؟ سوفت ماكس. سوفت ماكس بالظبط. يبقى احنا كده في اول ليرز موجوده معانا اللي هي دي كلها كده، دي كده اول ليرز موجوده تمام كده اللي هي دي اللي انا واقف عليها دي كده. هي فيها ايه؟ فيها كونفيتو دي بتاخد الفلترز اللي هي 10، عدد الكونفليوشنال اللي احنا اتفقنا عليهم 10، الكيرنل سايز ب 3، الاكتيفيشن ريليو، الانبوت شيب هو احنا زي ما احنا متفقين ب 224 في 224 في 3. الخطوه دي مفهومه؟ فاهمين دلوقتي بقى الكيرنل سايز لما بتمشي على الثوره بتعمل ايه فيها؟ فاهمين دلوقتي برضو الناتج اللي طالع كام كونفليوشنال ورا بعض تمام كده؟ مفهوم يا شباب؟ طيب اللي بعدها اللايرز اللي بعدها نفس الحكايه kf.keyRefLayers.conv2d، وبتاخد الفلتر سايز او الفلتر الاول اللي هو نمبر اوف فلترز او نمبر اوف كونفليوشنال فلقيته 10، تغير برضو ده براحتك، ده هترجع في الاخر كل الكلام ده كله هو اللي ايه بشوف في الفيتنج موديل لما باجي او الايفالويشن لما باجي اشوف الاكيورسي كام. يبقى انا بديته 10، بعد كده السايز 3، الاكتيفيشن ريليو. طيب انت دلوقتي ضفت 2 لاير من الكونفليوشنال لاير، عايز اضيف بعدهم ماكس بولينج بقى. ماكس بولينج علشان ايه؟ قلنا بتعمل ايه؟ البول لاير بتعمل ايه يا شباب؟ بتقلل الفيتشر. بتقلل الفيتشر اوكي. فهنا انا عملت ماكس بولينج، البول سايز اللي هي الكيرنل بتاعتها لقيتها كام؟ 2، والبادنج اديتها فاليد. قلنا فاليد دي معناها ايه؟ فاليد بادنج معناها ايه يا شباب؟ انتوا المفروض كمان عاملين البروجكت واخدين الكلام ده في المحاضرة، يعني المفروض الكلام يكون مفهوم. الناس ساكتة ليه؟ هو احنا في المحاضرة خدنا بادنج بس، حضرتك اللي لسه قايل ان في valid وفي حاجة تانية ماشي، وكمان ان هي كانت بتطلع زي سيم ففي البروجكت احنا ما استخدمناش valid بقى بتعمل بادنج اصلا. ايه؟ لا زميلك اللي بيتكلم بتقول ايه؟ ده انا مش مطبق بادنج حوالين الصورة، حوالين حرف الصورة يعني مش حاطط صور يعني الصورة يعني. اوكي تمام. انا مش لازم يبقى احنا هنا بنقول ان انا عندي معين. اتفضلي بتقول ايه؟ هو انا لازم استخدم بادنج؟ لا عادي ممكن تشيليه، ما احنا قلنا الكلام ده كله هو معتمد على كل واحد في البروجكت. ممكن اشيل اصلا اللايرز دي كلها، يعني انا هنشيل لو مش عايز استخدمها كلها عادي تمام. ده معتمد على ايه؟ وشغلي غير شغلي، انا هستخدمها عايز اخليها سيم، عايز اشيلها خالص، اشيل اللاير اللي اصلا ماكس بولينج اخليها افريج بولينج، كل واحد على حسب ما هو عايز يشتغل ازاي تمام كده. تمام. بس دايما احنا بنبدا منين؟ من حيث انتهى الاخرون في الشغل ده بالذات، يعني اللي هو في الديب ليرنينج او الاي اي بصفه عامه، من حيث انتهى الاخرون بمعنى ايه؟
يعني احنا دلوقتي شغالين ايا كان بقى في الاندستريا او في الريسيرش، انا مثلا شغال في الريسيرش فشغال في بروبلم معينه، بشوف مثلا غيره وقف فين وببدا اكمل وببني عليه. يعني انا مثلا اديتك البروبلم دي كده وقلت لك الاكيورسي زي ما هنشوف مثلا دلوقتي، انا مثلا طالعه معانا مثلا 8 من 10، قلت لك والله خد البروبلم دي وخلي الاكيورسي بتاعتها كام، 9 من 10. انت بقى تقعد تضيف اللاير، تغير اللاير لغايه ما تحسني في الاكيورسي ايه بتاعتك. تمام كده؟ تمام يا باشمهندس. تمام. يبقى دلوقتي احنا قلنا ماكس بولينج 2 دي دي البول سايز 2 اللي هي بص لو وقفت عند اللي هي كونفي 2 دي المفروض هتدي لك ايه الفانكشن نفسها. ثانيه واحده، ماشي هو عشان ما نقفش كتير. طيب ببدأ أكرر بعد الماكس بولينج الكونفي 2 دي، كونفي 2 دي بعد كده ماكس بولينج، كأني ماشي ايه 2 كونفي بعدها بولينج، 2 كونفي بعدها بولينج، يبقى انا كده كأن عدد اليرز اللي موجودة معايا كام كلهم على بعضهم كده. تمانية والثامن ده هو الاوبوت. تمام كده؟ يبقى انا واقف الاول خلص، انا واحده خرب الكونف تو دي وبعدها كونف تو دي وبعدها ماكس بول واثنين كونف وبعد كده ماكس بول وبعد كده رحت عملت فلاتن للداتا عشان احولهم لون فيكتور، واقوم جاي رايح مدخلهم فين بقى؟ في اخر اوبوت لاير اللي هي موجود فيها واحده بس نيرون علشان يقول لي ايه هي بيتزا ولا استيك. تمام كده؟ ده في النهايه خالص بقى لو انا عايز اعمل بريدكت، وفي الاكتيفيشن اللي موجوده هي السيجمويد. تمام؟ هنا الماكس بول انا ما اديتهاش ايه، ما اديتهاش بادنج، لو تاخدوا ايه بالكم. تمام؟ تمام. في الكومبايل قلت لك انت بتحط مثلا 3 حاجات ضايفينهم اللي هو اللوس والاوبتمايزر والماتريكس. اللوس هنا علشان البروبلم بتاعتنا برضو ايه باينري كلاسيفيكيشن، فخليتها ايه باينري ايه كروس انتربي، لو كانت مالتي كلاسيفيكيشن كنت هخليها ايه كاتيجوريكال كروس انتربي. قلت لك الموضوع ده برضو هتشوفه السنه الجايه بشكل كويس، اللي هو اوف كورس ايه انفورميشن ثيوري والكورسات المهمه جدا 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 يعني وكورسات ممتعه للناس اللي هتكون حابه الموضوع عموما. يعني هي بتعتمد بشكل كويس على البروبابيليتي لو خدته بشكل كويس يعني الكورس ده، وهتشوف بقى في الكلام ده كله وامتى تصادم يعني ايه انتربي يعني ايه كروس انتربي الحاجات دي كلها. فالاوبتمايزر برضو ده موضوع كبير برضو يعني مش حاجه قليله، فادم عموما هو اللي مستخدم اكتر للناس اللي اشتغلت اصلا في الحاجات دي هتبقى فاهمه. ادم بيدي نتائج كويسه، في انواع تانية كتير تقدر تستخدم النوع اللي انت عايزه، بيبقى جواه مجموعه من البارامتر زي ما انت شايف كده الليرنينج ريت، وده مهم جدا جدا، هو اللي بيغير الدنيا دي كلها، بارامتر صغير بس بيقدر يغير في الاكيورسي وفي الحاجات دي كلها. في حاجات تانية انت بتغيرهاش زي بيتا 1 وبيتا 2 والابسلون دي كلها ثوابت موجوده جواه. تمام كده؟ والماتريكس هنا ايه الاكيورسي اللي انا عايز ايه اقيسها في النهايه. تمام. يبقى انا كده بعد ما اعمل كومبايل عايز دلوقتي اعمل ايه فيتنج. دي الخطوه البسيطه اللي انا لو عملت بقى فيتنج مديله الترين ومديله الايبك. تمام كده؟ 5. طيب خلينا مش هنران السيل دي، تعال نران السيل اللي بعدها اللي هي الفيد. تمام كده؟ مديله ايه؟ مديله الترين ومديله الايبكس 5 اللي هو عدد الخطوات 5، والستيب بير ايبك كام؟ لينس الترين داتا، لينس الترين داتا المفروض يطلع بكام بقى يا باشمهندسين؟ حد يقول لنا؟ المفروض ان احنا قلناه يطلع بكام؟ ليه يا شباب طلع ب 47؟ ليه طلع ب 47؟ والمفروض كنا قاسمين 255 على 32. ده ديت في الفاليد داتا زي ما انت بتقول كده، بس مش تقسم بقى 255، 250 هتقسم ال 500. تمام كده؟ هتطلع المفروض ب 19 ب 16 لو جيت بص.
لو جينا نقول 500 على كام؟ 30، فهتطلع ب 16. تمام، يبقى الاولى اللي هي 47 قسمنا ال 1500 على ال 32، فالمفروض هنا بيقول لك في الابك الواحد هو بيتحرك بمقدار ايه؟ 47 47 47. تمام كده، لو رحنا عملنا فت، انا عايزك برضه تلاحظ انا كده شغال على الجي بي يو، هتشوف السرعه بتاعته هو مش عامل ازاي. انا هغير لك دلوقتي ما بين الجي بي يو وما بين السي بي يو، شايف هو يعتبر كده بيتحرك سريع جدا. هنشوف هنا الابك الواحده خدت كام ايه كام سكند عشان ايه يحصل لها رن. خدت 22 ايه ثانيه. لو جينا نجرب، لو قفلت ده كده الران تايم وقلت له ايه انتربت، انا ما خليتوش بس يوصل للاخر، انا عايز بس لو غيرت، بس لو غيرت على السي بي يو طب بص انا كنت عامل هنا ماشي عشان ما نعملش انتربت بس تاخد مننا وقت يعني ونقف كتير، خلينا نكمل عادي. بس هنا كانت واخده ايه 22 ثانيه على السي بي يو، لو غيرت وعارفين بتغير منين هتروح على الران تايم تشينج ران تايم تايب وتخليها بدل ايه بدل جي بي يو هتخليها ايه نون. يبقى انت كده شغلت على سي بي يو، فهتلاقي الواحده بتاخد في حدود 111 سكند. شايفين الفرق ما بين السي بي يو بقى والجي بي يو؟ لو رحت على التي بي يو هتلاقيها اسرع، هنا سريعة جدا. تمام كده، في النهاية احنا دلوقتي بنشوف ايه الفاليديشن لوس اللي احنا قلنا، او الفاليديشن اكيورسي بصفة عامة هي الداتا اللي هي كان المفروض بتاعت التست يعني، بس احنا دلوقتي ما بنعملش لسه تست، احنا ضايفين الداتا دي مع الترين علشان تزود الداتا بتاعتي. الاكيورسي عماله تطلع من كام؟ 8 من 84 86 88 وصلت ل 90 90%. اخر حاجه خالص الاكيورسي لقيتها كام؟ 90.8. ده في حد ذاته كويس. مش مهندس، هو الاوبشن بتاع الجي بي يو دوت من البرنامج نفسه صح؟ اه من كولاب. انا كنت لو رحت على جوبيتر وانا كنت هتروح على اللوكال ماشين بتاعتك. تمام كده، مش من يعني بص احنا هنا كاننا سيرفر خارجي خاص بجوجل. تمام ايوه، انا دلوقتي مش اللوكال ماشين بتاعتي اللي بترن، لكن على جوبيتر والحاجات دي كلها مين اللي بيرن؟ اللوكال ماشين بتاعك، اللوكال ماشين بتاعتك انت. تمام كده، فلو انت ما عندكش جي بي يو لا هيقعد الوقت الطويل اللي هو الخاص بالسي بي يو. تمام كده، ايوه تمام. يبقى في حد لحد الان يعني الاكيورسي بتاعتنا تعتبر ايه كويس. موديل بقى دوت سامري، عايز اشوف ملخص الموديل ده. في الكونفي 2 دي اللي هي اول لايرز الاوت شيب لقيتها بكام؟ ب 222 و10. ده بعد ما عملت ايه بقى؟ بعد ما طبقت الكونفي احنا قلنا السايز اوريدي هيقل. تمام كده، اللي هو كان عندي كام؟ احنا كنا بنقول 224 ناقص 3 بلس 1، فطلعت بكام؟ ب 222. وال10 ديت اللي هي خاصه بايه؟ عدد الكونفليوشنال، عدد الفلتر. عدد البارامترز بقى اللي هي موجوده في اول لاير، قلت لك انت بتاخد خارج الاولى في داخل الثانيه وبتجمع عليها البايز. تمام كده، فلقيتهم ب 280. تمام، كونفي 2 دي الثانيه اللي بعدها برضو السايز لو تلاحظ عمال بيقل بيقل. الماكس بولينج هتلاقي قل قوي يعني قلله قوي، انا عمل داون سامبلينج مره واحده اللي هو يكاد يكون ايه للنص 110 110 في 10. طيب الماكس بولينج لها بارامترز ملهاش بارامتر، يعني ما بتاخدش اي ايه اي بارامترز ان انا بحسبها. يبقى اللي بحسب له البارامترز اللي هي ترينبل بارامترز بمعنى اصح اللي هو ايه الكونف، لكن البولينج ما بيتحسبلوش ايه ترينبل بارامتر. في النهايه لقيت التوتال ترينبل بارامترز ومجموع الكلام اللي موجود ده كله، فبلاقي ايه التوتال بارامترز بكام؟ ب 31000.
بعد ما خلصت كل النتورك ده كده التوتال اللي موجوده في كل النتورك من اول الاوبت للاخر خالص ب 31000 وايه و101. ده رقم يعتبر اصلا مش كبير، ده رقم صغير، وان انت رن بالبارامترز بزيرو، ما عنديش حاجه ان انا كنت بعمل لها ايه يعني بعمل لها اشترين او حاجه. تمام كده باشمهندسين؟ لما عملت فلاتن بيضرب بقى ايه الثلاثة دول في بعض، تمام كده، علشان يحولهم الى ايه الى 1A كولوم، والدنس اللي هي الاوبت الاخيرة فيها 1A 1 نيرون. واضح يا باشمهندسين؟ شباب تمام يا باشمهندس. هو بس حضرتك جبت عدد الفلتر ازاي؟ ايه حضرتك عدد الفلتر ثابته لو طلعنا عدد الفلتر اهم، احنا اللي بنديها هنا في الكونف قلنا له الفلترز بكام؟ ب10. واضح؟ انا بدي له اي عدد للفلتر براحتك. تمام تمام كده؟ تمام. يبقى لو نلاحظ احنا عندنا كانت الاكيورسي بتاعتنا وصلت لكام؟ 88%، خلينا نقول هنا مثلا ايه كانها 90% بعد واحنا ضايفين ايه اللي هي الفاليديشن. تعالوا بقى لو كنا كتبنا زي ما بنكتب المرات اللي فاتت اللي هو باستخدام ايه الفيد فورورد نيورال نتورك، ما ضفتش عملتش اي كونفوليوشنال نيورال نتورك في الموضوع بقى. انا بوريكم الفرق برضو ما بين الاثنين اهو، واحد يشتغل الكود بالطريقه الفلانيه واحد يشتغل الكود بايه بطريقه تانية. بنا برضو لايرز عادي بس ما عملش ايه ما استخدمش كونف وما استخدمش بولينج ولا الحاجات دي كلها، نفس الستبس اللي احنا كنا بنمشي بيها. كيرز دوت لاير في لاتن الانبوت شيب 224 223 3، بعد كده بيبدا يبني الهيدن لاير اللي موجوده في النص باستخدام دنس. تمام كده. وعدد النيورونز اللي موجوده فيها 4 4، الاكتيفيشن ريليو الدنس هنا بواحد في الاخيره بقى اللي هي في الاوتبوت علشان يشوف الباينري كلاسيفيكيشن، وخد السيجمويد بيكومبايل وبيفات الموديل بتاعه. لو جينا نرن قبل ما يرن يا باشمهندسين هنلاقي هنا ان ايه ان موديل 2 سامري ده موديل 2. تمام كده. لقينا ان عدد البارامترز اللي موجوده جواه كتوتال كام؟ 602000 وشويه، والتاني اللي كان قبليه باستخدام الكونفوليوشنال لاير لقينا ان التوتال نمبر اوف بارامترز 31000. في حين هنلاحظ هنقارن الاكيورسي دلوقتي. يعني هنا عدد البارامترز اللي موجود كتير مقارنه بالتاني، يعني مفيش فرق اصلا 31000 من 602000. وهنشوف بس الاكيورسي. ولو جينا حتى نتكلم على الفاليديشن اكيورسي اللي اختار في النهايه هنا كانت طالعه لي بكام؟ حاجه و80، هنا طالعه لي ب 83.4%. طيب وفي موديل 2 اللي هو فيد فورورد لقيتها طلعت بايه؟ طلعت بكام يا باشمهندسين؟ 50%. يبقى احنا هنا عرفنا ايه ذا باور اوف ايه كونفوليوشنال نيورال نتورك. يبقى انت لما تستخدم كونفوليوشنال نيورال نتورك وتبني نتورك كويسه وتضيف على البارامترز والحاجات دي كلها، ده بيعمل ايه؟ هيزود في الاكيورسي بتاعتك. على خلاف الموديل السمبل موديل او الموديل البسيط اللي انت ما انتش عامل فيه اي كونفوليوشنال لايرز وباني موديل بسيط وخلاص، اديك شفت الفرق ما بين الاثنين. واحد كان الاكيورسي بتاعته 50% اللي هو يعني نص الصور ترو والنص التاني فولس اللي هو مش عارف بيبريدكت يعني بنسبه كبيره ولا حاجه، فالسيستم بتاعي ده كده ما ينفعش. لكن الفرق ما بين التاني الاولاني لا ده كده كويس. يبقى لما جاي واحد مثلا خلينا واحد عامل بروجكت ده وواحد تاني عامل بروجكت الاولاني، يبقى في البروجكت ده هل الاثنين يتقارنوا ببعض؟ لا ما ينفعش. يبقى ده كده كانه مثلا لو بتقيم مثلا خلينا نقول هياخد 4 أو 5 والتاني مثلا هياخد مثلا كام؟ مثلا 9 مثلا. يبقى ده الفرق ما بين الاثنين. هتقعد بقى انت تغير في مجموعه البارامترز لو يعني مش هدخل معاك كتير بقى، احنا كده يعتبر خلصنا. عموما حتى لو انت قعدت تغير بقى هنا في الفيد فورورد نتورك
يعني زي ما انت مثلا هتقعد تغير في اللايرز، هتضيف هتزود النيورون زي ما قلت لك عشان تحسن في الاكيورسي، هتزود اللايرز بس في المقابل هتيجي تشوف البارامترز ده لقيت عدد توتال بارامترز كام؟ 15 مليون، ولقيت ان الاكيورسي وصلت لكام؟ زادت، بس زادت برضو يا دوبك اي حاجه بسيطه، لقيتها 69%. يبقى انت كان الافضل تستخدم ايه؟ convolutional neural network. تمام كده. عشان تبدا برضو تتحقق من الكلام ده كله وتشوف بقى على الرسم، مثلا لو جينا نشوف اللي هو عايز ارسم الاكيورسي، الفرق ما بين الاكيورسي واللوس في كل واحد فيهم، زي ما كنت بقول لك المره اللي فاتت كنت بتعمل ايه؟ بتاخد الفيت بتخليه في حاجه اسمها هيستوري اللي هو موديل الفيت، بتحطه في الهيستوري، وبعد كده عايز ترسم الهيستوري دي. يبقى انت هنا خدنا اللوس لوحدها والفاليديشن لوس والاكيورسي لوحدها والفاليديشن اكيورسي، لان الاربعه دول كلهم بيكونوا متخزنين في حاجه اسمها ايه؟ الهيستوري. تمام كده. لو انت عايز ترسمه كنت هتقول على بعض كله على بعضه ايه؟ هيستوري دوت هيستوري بلوت، وتقوم جاي ايه رسمه، فكان هيطلع لك ان الاربع رسومات دول كده موجودين كلهم على بعض، لكن احنا فصلناهم، خلينا الترين الترين لوس مع الفاليديشن لوس، اللوس لوحدها والاكيورسي لوحدها. تمام كده، واضح كده يا باشمهندسين؟ طيب في الترين اكيورسي هتلاحظ ان النسبه كبيره قوي، وده برضو ما ينفعش، ده كده تكون واصله ل 100%، فكده الموديل بتاعنا حصل له ايه؟ اوفر فيتنج. فبالتالي هتدخل بقى في جزئية تانية اللي هي، شفت انا بقول لك كل حاجه بتحل اللي بعدها ازاي، هتدخل في جزئيه ايه؟ الاوجمنتد او الداتا اوجمنتد، عايز تعمل ايه؟ اوجمنتيشن للداتا بتاعتك علشان تزود عدد الصور اللي موجوده معاك، وترجع تضيف تاني وتزود وتغير في الموديل بتاعك علشان ما يبقاش في ايه؟ اوفر فيتنج للموديل بتاعك. تمام كده، بحيث يكونوا الاثنين ايه؟ مقربين لبعض. واضح يا باشمهندسين؟ تمام. حد عنده اي سؤال بعد اذنك يا باشمهندس؟ لو دلوقتي عندنا نتورك مثلا وعملنا لها ترين كويس وبس الاكيورسي ما بتعلاش بعد مثلا سي 150 200 ايبوك مثلا، أوكي. بس الانبوت اوتبوت بتطلع تمام، يعني هي يعني مثلا زي مثلا موضوع الاكيورسي طلع كام في المية؟ حاجه و50 يعني. حلو، الداتا سيت بتاعتك قد ايه؟ 7000 صوره. طيب تمام، وباني لايرز كويسه، كونفولوشنال وبولينج وفي وكونكاتينيشن برضو، في يعني تقريبا كذا لاير. لو موديل كبير برضو خد بالك 7000 صوره مش كتير، يعني على ديب ليرنينج مش كتير خالص، بس هي الداتا ست بتطلع نتيجه كويسه كاوتبوت، يعني كنظر بتطلع كويس، بس لان الموضوع ايه مش كالوريزيشن، فالموضوع بيبقى راندوم شويه، فالاكيورسي بتبقى ايه مش يعني كقيمه كعدديه مش مظبوطه، بس كالوان وكشكل صوره تمام مظبوطه. ممكن برضو تغير اللوس بتاعتك، لان مش احيانا اللوس هنا زي ما قلت لك هي بتختلف على حسب البروبلم. تمام كده، تمام. يعني ممكن زي ما قلت لك انت بتغير برضو، انت ممكن تكون بين النتورك كويسه اوكي، بس غير مثلا في الليرنينج ريت اللي هو جوه الاوبتمايزر نفسه، غير في اللوس، نوع اللوس اللي انت مستخدمه غير فيه، وتشيك الاكيورسي تاني. هو في مثلا ريكومندد للكونفوليوشنال نيورال نتورك او الاوتو انكودر مثلا، في نوع ريكومندد لكل طريقه مثلا او لكل بروبلم، ولا هو بجرب بس؟ انت تقصد يعني انا لو شغال مثلا هنفترض في كلاسيفيكيشن مثلا استخدم كونفوليوشنال نيورال نتورك ولا اوتو انكودر ولا ريكارنت ولا الكلام ده يعني؟ لا انا اقصد الفانكشن بتاعه اللوس، استخدم مين سكويد مثلا ولا ما هو بص احنا بنيجي نعمل ايه؟ خلينا دلوقتي مثلا شغال في حاجه في الكلاسيفيكيشن، عايز استخدم اشوف انا هستخدم مين سكوير ايرور ولا كروس انتربي ولا مش عارف ايه ولا ايه. بيكون الافضل ان هتلاقي في حاجات ريكومندد اكتر، عشان كده بقول لك الموضوع هنا مش بسيط، يعني لا انت بتعمل سيرش كويس على حسب البروبلم اللي انت شغال فيها، وبتبدا هتلاقي مثلا في ناس قبلك مثلا استخدموا مين سكوير ايرور، في اللي استخدم كروس انتربي، في اللي استخدم نورماليزيشن كروس انتربي، الحاجات دي كلها بتفرق معاك. تمام كده، انت بناء عليها هتبدا مثلا خلاص انا عرفت ان انا اشتغل على مين سكوير ايرور. تمام، يبقى حسب نوع البروبلم انا بسيرش بيها، وببدا اشوف اللي قبل عمل ايه
ايا كان بقى استخدم اوبتمايزر نوعي استخدم لوس نوعي ممكن الاكيورسي نفسها نوع الاكيورسي مش هي ده اللي انا عايز اعمل فاليديشن عليه اغيرها واشوف الليرنينج ريت بتروح من كام لكام كده. ممكن انت عامل ليرز مثلا كتيره ممكن تقللها شويه الكلام ده كله فبتبدا تهندل الكلام ده بشكل كويس. تمام مش مانس تمام. حد لي اي استفسار يا شباب؟ يعني اتمنى لكم التوفيق في اللي جاي بعد كده ان شاء الله وده يمكن اخر سيكشن ربما ان شاء الله ما نتقابلش بعد كده في اي كورسز. بس بجد الناس تبدا لان كده ما عادش وقت. يعني تبدا ازاي؟ تبدا تشتغل على نفسك يا باشمهندس. بالنسبه للمناقشه بس مش عايزينها عشان عايزين نبدا. مين اللي مش عايز؟ مش عايزين المناقشه عشان عايزين نبدا يعني نذاكر ونجيب